على مدى ساعة من الوقت استجوب القاضي غسان خوري نائبة رئيس مجلس إدارة قناة الجديد كرم خياط ومديرة الأخبار والبرامج السياسية مريم البسام في الدعوة المقدمة من رئيس مجلس النواب نبيه بري. النيابة العامة التمييزية أصرت على استجواب ممثلي القناة في اتهامات تقع في خانة جرائم المطبوعات. عليه واجه ممثلو القناة إصرار النيابة العامة على الاستجواب بالإصرار على التزام الصمت، وهو صمت لم يحل دون اعتبار خياط أن لجوء رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى القضاء أخيرا هو انتصار لمفهوم الدولة. خلينا نبلش نقول أنه هذا انتصار لمفهوم الدولة، يعني نحن معودين بالماضي بين الحجارة والرصاص والحرق، فنحن بنعتبر حالنا أنه ساهمنا إيجابا بترسيخ مفهوم للدولة اللبنانية عند الرئيس بري ومناصري الرئيس بري، فهذا نحن بنعتبره انتصار بشكل عام. النقطة الثانية اللي هي بالشكل العام، وهلأ المحامية بتفوت بالتفاصيل أكثر، رغم أنه هذا انتصار ونحن منقول نحن تحت سقف القانون لأنه نحن إيماننا هو بالدولة اللبنانية، نحن أكيد ما بنعتبر أنه القضاء هو للضعفاء، احنا بنعتبر انه القضاء هي لبناء دولة حقيقية، ولذلك نحن جينا اليوم لهون، بس نحن عنا اعتراض بالشكل، ونحن ما بنقبل انه النيابة العامة التنفيذية يتم ممارسة الضغوطات السياسية او النفوذ السياسي يكون اقوى من القانون بشكل عام، فنحن اعتبرنا حفاظا على حرية الاعلام وصونه وحماية لكل الجسم الإعلامي بشكل عام نحن التزمنا الصمت داخل الجلسة. نحن ملتزمين بالسقف القانوني أكيد، بس أنا بأكد لك أنه نحن اللي ملتزمين فيه هو حرية الإعلام تبعيتنا، يعني نحن مقدماتنا وبكل شيء غير مكملين يعني لآخر نفس، لا المحكمة الدولية قدرت تغير لنا نهجنا ونفسنا وحريتنا، ولا اليوم القضاء اللبناني أو دعوات من رئيس مجلس النواب ممكن تغير هذا المسار. مديرة الأخبار والبرامج السياسية في قناة الجديد كسرت من جهتها قرار الالتزام الصمت في خلال الاستجواب بعدما تبين أن أحدى التهم الموجهة إلى القناة هي إثارة النعرات الطائفية. المستغرب يلي نحن عن جد ما قدرت أنا التزم الصمت حيالي هو اتهام قناة مثل قناة الجديد بإثارة النعرات الطائفية، وهذا موجود ضمن الشكوى. يعني هل يعقل أنه نحن المحطة البعيدة كل البعد عن الطائفية وعن النعرات الطائفية وعن كل ما يمت بصلة إلى الأمور الطائفية واللي بتعنى عن جد بقضايا إلى علاقة بالمجتمع المدني بالانفتاح بتقارب الأديان بكل، يعني نحن للجميع، فلا يمكن أن نقبل هيك تهمة. عشان هيك هيدا السؤال الوحيد يلي انكسر فيه الصمت وجاوبنا عليه بطريقة مقتضبة. تشرح وكيلة القناة المحامية مايا حبلي أن مضمون الدعوة لم يحتوي على أي اتهام لا يقع ضمن خانة جرائم المطبوعات، ومع ذلك لم تستجب النيابة العامة لأي من المذكرات التي قدمتها القناة. كان يقتضي على النيابة العامة إما حفظ الملف أو إحالته إداريا أو رده، لأنه ما فيها تتقدم الشكوى مباشرة للنيابة العامة التمييزية أو يتخذ أي إجراء فيها. طبعا لما توضح الموضوع أنه هي على خلفية نشر الأخبار تم التزام الصمت. طيب هلا القضية كيف رح تأخذ مسارة؟ يعني شو هي بتكون تنطروا لتعرفوا قرار نحن بننطر النيابة العامة التمييزية تاخد قرارها، وعلى أمل هلأ هو كله على أمل. في حال أصرت النيابة العامة التمييزية بمتابعة القضية في النيابة العامة وعدم تحويلها لمحكمة المطبوعات، شو الإجراءات القانونية اللي المحطة بتقدر تاخدها بهذا الإطار؟ هلأ هيدا قانونا ما يعني ما بيصير، يعني إما بدها تدعي إما بدها تحفظ الملف، على أساسها بناخذ الإجراءات القضائية اللازمة. وبعد جلسة الاستجواب أحال القاضي خوري الشكوى إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت من دون الادعاء واتخاذ أي إجراء قضائي في الملف، تاركا للنيابة العامة الاستئنافية حرية القرار. آدم شمس الدين، قناة الجديد.